السلام عليكم أصدقائي وياكم أنس من قناة ابن سبورت صلوا على النبي محمد وال محمد فجر المقطع باللات واشترك بالقناة وفعل الجرس ليصلكم كل جديد منتخبنا العراقي للشباب بقيادة عماد محمد يتغلب بسلاسيه على الأنيا سبورت التركي تحضيرا لنهائيات كأس آسيا للشباب التي تستضيفها أوزبكستان آذار 2023 وأخيرا فزنا نتيجة قوية ألف مبروك لمنتخبنا العراقي للشباب وإن شاء الله يستمرون بهذا الأداء النادي الذي فاز عليه منتخب شباب العراق 19 عام الذي ينشط في الدوري التركي الممتاز للفئه المذكوره والمباراه هي الاولى ضمن معسكر منتخبنا الاعدادي في مدينه انطاليا التركيه لنهايات كاس اسيا للشباب منتخبنا نجح في الشوط الاول من الهيمنه الفنيه والتهديفية على مجرياته حيث تمكن من تسجيل خمسه اهداف متتاليه بطرق لعب جميله ومختلفة بين تمريرات ونقلات متتالية ومهارة فردية جاءت في الدقائق 24 و26 و30 و38 و44 عن طريق عبود رباح هدفين وعلي صادق هدفين ومحمد جميل هدف اخر وفي الشوط الثاني زج مدرب منتخب نعماد محمد بتشكيلة ثانية مختلفة عن التي لعبت الشوط الاول من أجل منح جميع اللاعبين فرصة المشاركة بالتساوي في هذا الشوط كان الأداء متكافئاً نوعاً ما ما بين منتخبنا والنادي التركي حيث نجح الأخير في الدقيقة 74 من تسجيل هدفه الوحيد عن طريق نيجيري مونويل بينما أضاف منتخبنا الهدف السادس في الدقيقة 88 عن طريق البديل أحمد صباح جعير يذكر أن نادي الأنيا سبورت في 19 عام ضم بين صفوفه أربعة لاعبين محترفين ثلاثة من نيجيريا وآخر من كازاخستان وسيلعب منتخبنا العراقي يوم الخميس المقبل لقاء ثانيا أمام منتخب تركيا للشباب الذي تابع مدربه مباراة منتخبنا أمام الأنيا سبور من على المدرجات وأيضا منتخب شباب العراق أعلن استدعاء ثلاثة محترفين للانضمام لمعسكر تركيا شربل شمعون مهيب خلف وآدم رشيد تصريح أمين الحموي يقول لنا تمكن من المشاركة بمعسكر منتخب الشباب بسبب الإصابة الكادر التدريبي الاسباني لمنتخبنا الوطني في احد مطاعم العاصمه بغداد. بكاء المشجع مهدي على خساره المنتخب القطري مهدي الكرخ قطر بلد الثاني بعد العراق. حبايب قلبي هنا وصلنا لنهايه الفيديو سوي لايك للفيديو واشترك بالقناه وفعل الجرس شارك المقطع لاصدقائك ليصلكم كل جديد كان معكم انس في امان الله نلتقي في فيديو جديد.